مصر تعرب عن قلقها تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلي المتبادل وتحذر من عواقب اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وزراء خارجية مجموعة السبع يجددون معارضتهم لعملية عسكرية إسرائيلية برفح الفلسطينية، وعضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة تصطدم بالفيتو الأمريكي. أمبري البريطانية توصي السفن التجارية بالخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزارة الثقافة حول المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها في ضوء التكليف بالبدء في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني. هذا وتضمن التقرير الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني وعددا من المقترحات الصادرة عن خبراء اللجنة في هذا الشأن. وتضمن الوضع الحالي لوزارة الثقافة وخطتها المستقبلية لتفعيل مخرجات اللجنة وأهدافها، ومن بينها تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية. أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في إيران وسوريا. وفي بيان لوزارة الخارجية طالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها، لافتة إلى أنها ستستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري. يأتي هذا فيما توالت ردود الفعل الإقليمية والدولية على التطورات المتلاحقة بشأن التصعيد الإيراني الإسرائيلي.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بإسقاط أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة أسقطت فوق مدينة أصفهان بوسط البلاد، ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من شن إيران هجوما جويا على إسرائيل باستخدام عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ. مع استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتفاقم يوما بعد يوم مخاطر اتساع رقعة صراع لا تحمد عقباه. الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق أطلق العنان لمسلسل الردود المتبادلة، فشنت إيران هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل لتعود الأخيرة وتؤكد حقها في الرد على الهجوم. بضعة أيام فقط كانت كافية لتؤكد وسائل إعلام إيرانية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة أصفهان للتعامل مع أهداف تأكد فيما بعد أنها مسيرات صغيرة، لافتة إلى سماع دوي 3 انفجارات بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي المدينة. الهجوم الذي بدا مدروسا إلى حد بعيد، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أنه لم يتسبب في أضرار لأي من المواقع النووية في إقليم أصفهان، وهو ما أكدته أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على أن المنشآت النووية ينبغي ألا تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أن إيران لم تتعرض لأي هجوم خارجي، مضيفا أن النقاش في طهران يميل أكثر نحو احتمالية عملية تسلل. وأيما كان الأمر، فإن التطورات تشير إلى عدم وضوح الرؤية إزاء التصعيد المحتمل في منطقة الشرق الأوسط ما بين طي الصفحة أو الانجرار نحو حرب مباشرة أو بالوكالة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائرة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط. وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش يستنكر أي عمل انتقامي بالمنطقة. وأضاف المتحدث الأممي أن غوتيريش يناشد المجتمع الدولي بالعمل لمنع أي تطور آخر قد يؤدي لعواقب مدمرة على المنطقة وخارجها. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل تتجاوز قيمتها مليار دولار. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن الصفقات الجديدة تشمل كميات من الذخائر وعددا من الدبابات والمركبات العسكرية وقذائف الهاون. دعت أستراليا رعاياها إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إذا كان ذلك ممكنا، مشيرة إلى خطر كبير محتمل يتمثل في ردود عسكرية وهجمات إرهابية. وذكر دبلوماسيون أستراليون أن هجمات عسكرية قد تتسبب في إغلاق المجال الجوي وإلغاء وتحويل مسارات الرحلات حال تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل. أفادت صحيفة جيرزلين بوست الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن إسرائيل اختارت عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية هذه المرة. وأوضحت الصحيفة أن الهجوم الإسرائيلي بجوار موقع نووي في إيران يبعث برسالة تفيد بأنه بإمكان إسرائيل فعل ما هو أسوأ. وأضافت أنه لم يكن الهدف من الهجوم الإسرائيلي على أصفهان إيذاء إيران فحسب، بل كان أيضا لتوضيح مدى تعرض مواقعها النووية للخطر. ذكرت إذاعة أوروبا واحد الفرنسية أن الشرطة طوقت القنصلية الإيرانية في باريس اليوم بعد أن هدد رجل بتفجير نفسه. وقالت الشرطة إنها انتشرت في المكان وطالبت الجمهور بالابتعاد عن المنطقة. We'll be right back.
جدد وزراء خارجية مجموعة السبع معارضتهم لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية، محذرين من عواقبها الكارثية على المدنيين. وطالب وزراء خارجية مجموعة السبع بوقف دائم لإطلاق النار في غزة. هذا وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع أنه يجب بذل مزيد من الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة في غزة. أفشلت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار قدمته الجزائر أمام مجلس الأمن الدولي لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. واستخدمت الولايات المتحدة حق النقد أمام المجلس المكون من 15 دولة، وقد حظي مشروع القرار بتأييد 12 دولة وامتنعت دولتان فقط عن التصويت. مرة أخرى وفي سيناريو كان متوقعا، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لتبديد الأحلام الفلسطينية المشروعة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي أوصى الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة أيده 12 عضوا وعرضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه عضوان، وهما المملكة المتحدة وسويسرا. وكانت فلسطين قد قدمت في مطلع شهر أبريل الجاري طلبا لمجلس الأمن للنظر مجددا في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وخلال الجلسة أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني، مشددا على أن استمرار الحرب غير القانونية والإجرامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر يضع مصداقية هذه المنظمة ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين بأسرها على المحك. تود مصر تأكيد أن الحل للأزمة الحالية التي تمر بها الأونروا بل ولأزمة اللاجئين الفلسطينيين يكمن فقط في حل وحيد، ألا وهو إعادة حقهم الأساسي في العيش بحرية وكرامة في دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن جانبه طالب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي طالب مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وبألا يخيب آمال الشعب الفلسطيني وسعيه المشروع للاستقلال والعضوية في المنظمة الدولية. وعلى الرغم من الفيتو الأمريكي المعتاد في صالح إسرائيل، إلا أن الدعم الساحق من أعضاء المجلس بعث برسالة واضحة مفادها أن دولة فلسطين تستحق مكانها في الأمم المتحدة. أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن الأسف الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك بسبب حق النقد الذي استخدمته الولايات المتحدة. وأكدت الخارجية الأردنية أن دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين والذي تقوده إسرائيل يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة، مجددا دعوة الأردن لكل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسيدها على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لفشل مجلس الأمن الدولي في الاطلاع بمسؤولياته تجاه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقالت المنظمة إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه. كما أكدت المنظمة حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استنادا إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وللمتابعة معي عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، فيتو أمريكي متوقع بالطبع ضد عضوية فلسطين الكاملة، في رأيك ما هي الإجراءات التي ستمضي بها السلطة الفلسطينية لتخطي هذه الخطوة وبالتالي تحقيق مطلبها الذي طال انتظاره؟ يعني المشكلة الكبرى، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا المشكلة الكبرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بازدواجية معايير واضحة في هذا الاتجاه، على اعتبار أنها تدعو بشكل واضح إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين، وكل تصريحاتها تتفق مع هذا الاتجاه. ولكن على واقع الأرض عندما يكون هناك اتجاها دبلوماسيا أو قانونيا أو حتى سياسيا لضرورة أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار أو حتى حصول فلسطين على حقها المشروع في أن تكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول دولة تقوم باستخدام حق الفيتو. منذ 7 أكتوبر قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق الفيتو 5 مرات متتالية، سواء فيما يخص وقف إطلاق النار أو حتى بالأمس، وهذه هي الطمة الكبرى، لأن تنفيذ مبدأ حل الدولتين هو يعتبر المخرج الرئيسي والقانوني في سبيل السعي وبكل قوة إلى أن يكون هناك تخفيض للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي السلطة الفلسطينية ستحاول بكل قوة استمرار مسعاها، ولكن في نفس الوقت ستصطدم قولا واحدا باتخاذ فيتو أمريكي لا يؤدي إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين ولا يؤدي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. نعم، كيف رصدت دكتور ردود الأفعال الدولية التي نددت برفض طلب العضوية الكاملة لفلسطين وبالتالي انعكاسها على حجم الدعم الدولي لحل الدولتين؟ يعني في ظني وتقديري أن المجتمع الدولي بدأ ينظر للولايات المتحدة الأمريكية بأنها دولة غير صانعة للسلام بشكل واضح، لأن لابد أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه السعي إلى تنفيذ ما يؤدي إلى خفض التصعيد، تنفيذ إلى ما يؤدي إلى حقن دماء الأبرياء والشهداء الفلسطينيين، تنفيذ الحق الفلسطيني في تقرير مصيره، خاصة أن إسرائيل عندما انضمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصبحت دولة يعني كاملة العضوية في الأمم المتحدة، نجد أن من أوائل هذه القرارات هو تنفيذ القرار 181 الذي يفضي إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين. نعم. وبالتالي المجتمع الدولي عليه أن يتحرك في اتجاه هذا الدعم الواضح. وفي كل الأحوال أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية واستخدامها حق النقد الفيتو سيصبح صبة في جبينها على مر التاريخ، لأن المجتمع الدولي وأكثر من 57 دولة عربية وبالإضافة إلى كل دول العالم أصبحت تدعم تنفيذ مبدأ حل الدولتين والسعي بكل قوة إلى حصول فلسطين على عضويتها الكاملة، وهو ما يتعارض مع السياسة الأمريكية الواضحة التي بدأت تنفذ وبشكل ممنهج يعني ازدواجية معايير واضحة ما بين التصريحات الواضحة من ضرورة تنفيذ هذا المبدأ وما بين الأفعال الواقعة على الأرض التي لا تفضي إلا إلى تصعيد الأمور والتوترات في منطقة الشرق الأوسط. نعم، أشكرك جزيلا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أكدت وزارة الخارجية التركية أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون وقف المذبحة في قطاع غزة وضمان السلام الإقليمي الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية. هذا ودعت تركيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات التي قد توسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط. ينظر التلاميذ إلى مدارسهم المدمرة في غزة ويتألمون، بينما يتذكرون ما فقدوه من التعليم بعد اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من 6 أشهر. ولكن أهالي غزة لا يعرفون اليأس، فهم يتعايشون مع كافة الأوضاع ويخلقون لأنفسهم أجواء للاستمتاع بما تبقى من وطنهم، حيث دفع ارتفاع درجات الحرارة في دير البلح في قطاع غزة بعض العائلات للذهاب إلى البحر لقضاء بعض الوقت بعيدا عن خيام النزوح.
ما بين مستقبل غامض وأمل يتجدد رغم الألم، ينظر الطلاب الفلسطينيون إلى مدارسهم بعين مصدومة وأخرى مكلومة، ترصد الدمار الذي لحق بها في قطاع غزة وسط ذكريات حالمة عن الدراسة قبل اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع منذ أكثر من 6 أشهر. هذا الركام تذكير قاس بما فقده أولئك الذين يمثلون مستقبل غزة من تعليم وأحلام منذ 7 أكتوبر الماضي في القطاع المكتظي بالسكان الذي يعاني نقصا حادا في المياه والغذاء والدواء والرعاية الصحية. كنا ندرس فينا دول المدارس، وكنا نلعب في الساحة، نزلونا اللعب الكوار، كنا نطلع فرصة، نطلع على الصفوف اللفلف، يجي علينا المدير لفلف على الصفوف، يوزع علينا الكتب. الرصاص الإسرائيلي الناتج عن القصف المتواصل أحدث ثقوباً في المباني، وتناثرت الأوراق في الفصول الدراسية المدمرة، وتمزقت الملصقات على الجدران، وتلفت الكتب. أنا من الأوائل، كنت 98 أجيب 100، كو صفنا، شوف كيف اتدمر، يا الله كيف انحرق، شوف الدمار كيف، شوف غرفة المدير اللي كان يجيب لنا هالكتب وهالحلوات، كان يوزع علينا كل حاجة، كان يوزع علينا ألعاب. هناك تدمير على مستوى المقاعد الدراسية، تدمير على مستوى المرافق الدراسية، كذلك تدمير على مستوى الحياة التعليمية، هناك تدمير الجامعات، وهناك تقريبا دمرت جميع جامعات قطاع غزة ومدارس قطاع غزة تقريبا، وكذلك رياض الأطفال، هناك تدمير شامل كلي لقطاع غزة والقطاع التعليمي في قطاع غزة. ليست المدارس وحسب، فالعدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في تسوية جزء كبير من مباني القطاع بالأرض، مما حول العديد من المناطق التي كانت تعج بالحياة قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة أشباح خالية من كل مظاهر الحياة. لكن أهالي غزة لا يعرفون اليأس، فهم يتعايشون مع كافة الأوضاع ويخلقون لأنفسهم أجواء للاستمتاع بما تبقى من وطنهم. فوسط هذا كله ومع ارتفاع درجات الحرارة، وتحديدا في دير البلح، بات البحر متنفسا للنازحين، حيث يقضون بعض الوقت بعيدا عن خيام النزوح. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بداية العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. ومزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس.
تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة للشاحنات الإغاثية التي تنطلق لنجدة الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن يعني عشرات ومئات الشاحنات تتحرك يوميا من القاهرة ومن المحافظات المختلفة لتصل إلى مدينة العريش وتذهب مباشرة إلى المراكز اللوجستية أو معبر رفح المصري لنجدة الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن المرحلة الثالثة للقافلة السادسة للتحالف الوطني المحملة بآلاف الأطنان أيضا من المواد الغذائية وأيضا من المشروبات الدافئة والملابس والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نتحدث بالطبع يعني عن استمرار لا يتوقف لسيل هذه الشاحنات للوصول لمعبر رفح المصري. نتحدث أيضا عن استمرار لاستقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. إذا تحدثنا كمجمل الصورة بشكل عام، نتحدث عن يعني أن المصدر الرئيسي والأساسي لهذه المساعدات الإغاثية هي من جمهورية مصر العربية أو حتى من الشعب المصري أو الكيانات المختلفة ومن أهمها التحالف الوطني. نتحدث عن استمرار لدخول هذه المساعدات الإغاثية برغم أن المساعدات التي كانت تأتي من دول العالم مختلفة إلى مصر تذهب إلى قطاع غزة قد قلت بالفعل بنسبة كبيرة جدا، وحيث أن عدد المساعدات يعني 70 إلى 80% تقريبا من هذه المساعدات التي تصل إلى الأشقاء هي من داخل الأراضي المصرية. هذه بشكل عام الصورة. التحالف الوطني يعني القافلة السادسة فقط حتى الآن تخطت ما يقرب من يعني 15 إلى 20 ألف طن من المساعدات المتنوعة سواء كانت غذائية مستلزمات طبية أو حتى يعني غيرها من الأدوية وغيرها من يعني المواد الإعاشية بشكل عام للأشقاء في قطاع غزة. كل هذه ضمن يعني تحركات كبيرة من مصر والدولة المصرية للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة من ويلات الحرب. كانت هذه هي الصورة من مدينة العريش وصورة بسيطة وهي جزء بسيط من هذه الشاحنات التي تتحرك يوميا إلى الأشقاء في قطاع غزة. والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. أهلا بكم من جديد. وما زلنا مع الشأن الفلسطيني، حيث أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. تتضمن هذه المرحلة أكثر من 74 قاطرة محملة بأكثر من 1490 طنا من المواد الغذائية والمشروبات الدافئة والملابس والبطاطين والمياه المعدنية. يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثي والإنساني لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط عديد من الضحايا والمصابين. جدد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر التام لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية نظرا لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أي عوائق. وخلال مشاورات سياسية مع ناليدي بندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا في العاصمة بريتوريا، أوضح شكري الأهمية التي تريها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الأفريقي التي بدأت في أبريل. كما أكد شكري تطلع مصر للقيام بدور فاعل ومؤثر داخل تجمع البريكس والتعاون عن قرب مع جنوب أفريقيا من أجل الإسهام في جهود التجمع. ويترأس من ناحية أخرى وزير الخارجية وفد مصر في أعمال اللجنة المصرية الجنوب أفريقية المشتركة في وقت لاحق. أوصت شركة أمبريل البريطانية للأمن البحري السفن التجارية في الخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر، وذلك تأهبا لزيادة نشاط الطائرات المسيرة في منطقة الشرق الأوسط. تشن قوات الحوثي هجمات على حركة الشحن في منطقة البحر الأحمر منذ شهور، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.
تأهبا لزيادة نشاط الطائرات المسيرة في منطقة الشرق الأوسط، أوصت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أوصت السفن التجارية في الخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر. شركة أمبري البريطانية قالت إنها تلقت معلومات تشير إلى تنفيذ ضربة عسكرية إسرائيلية على أصفهان الإيرانية. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها على علم بتقارير مماثلة، لكن لا توجد مؤشرات على أن سفنا تجارية كانت الهدف المقصود من الهجوم. وفي 14 أبريل أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن الجيش الإسرائيلي اعترض طائرة مسيرة بالقرب من إيلات، مضيفة أن تقديراتها تشير إلى أن الطائرة أطلقت من اليمن. وذكرت الشركة في بيان أنها رصدت مستويات غير مسبوقة من التشويش على أنظمة تحديد المواقع قبالة إيلات ومدينة العقبة بالأردن. وتشن قوات الحوثي هجمات على حركة الشحن في منطقة البحر الأحمر منذ شهور تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة. وقالت الهيئة البريطانية إن قوات التحالف التي تعمل على تأمين السفن التجارية في المنطقة اعترضت عدة صواريخ حاولت استهداف سفن بالمنطقة. وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف تابعة لقوات الحوثي ردا على هجماتها على السفن. وقد أدت هجمات قوات الحوثي المستمرة منذ أشهر إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على تغيير مسار سفنها والقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لإفريقيا. تفقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي قواته في منطقة دونسك شرقي البلاد، حيث عزز الجيش الروسي ضغوطه بالأشهر الأخيرة. وقال زيلانسكي إنه تحدث مع الجنود على خط المواجهة، وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه قدم مكافآت لجنوده مؤكدا أنه فخور بوجودهم. تحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية اليوم عن السياسة الخارجية لروسيا والملفات الساخنة على الساحة الدولية. وقال لافروف إن الغرب بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا يشكل تهديدا لأمننا القومي، مشيرا إلى أن كييف مستعدة للمفاوضات حول أوكرانيا لكنها لن توقف العمليات القتالية أثناءها، ولابد من أخذ الواقع الجديد على الأرض بعين الاعتبار. نكرر هذا الموضوع، كان الرئيس وبيسكوف وأنا عندما يسألون هل نحن مستعدون للمفاوضات، أولا الرئيس زيلينسكي هو نفسه منع المفاوضات، ولقد سألوا الرئيس بوتين أكثر مرة بالإجابة على هذا السؤال. قال الرئيس بوتين أنه يجب أن يلغي هذا المنع لإجراء مفاوضات مع روسيا. وأنا تحدثت أننا لفترة طويلة حاولنا أن نثق ونصدق، ورغم ذلك قلنا أننا مستعدون للمفاوضات، ولكن خلافا عن إسطنبول فإننا لن نقوم بأي وقف للعمليات القتالية خلال المفاوضات، وهذا أولا. وثانيا فإن الواقع على الأرض بات شيئا آخر وتغير تماما، وهذا الواقع يجب أخذه بعين الاعتبار، وأعني هنا ليس فقط خط التماس وإنما التعديلات التي جرت في الدستور ووجود 4 مناطق قديمة وجديدة تعتبر بالنسبة لنا، يجب أخذه بعين الاعتبار. أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية تسجيل 86 اشتباكا بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت هجمات على أوكرانيا شملت 78 غارة جوية و11 ضربة صاروخية و82 ضربة صاروخية باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق،
وذلك على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان، لافتة إلى اعتراض قوات الدفاع الجوي الأوكراني صاروخين موجهين. تشهد الهند أكبر انتخابات في تاريخها بمشاركة مليار ناخب في الانتخابات العامة، حيث يصوت الناخبون لاختيار برلمان جديد يمثلهم في السنوات الخمس المقبلة، في حين يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للولاية الثالثة على التوالي. تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب بهارتيا جانات الذي يتزعمه مودي وحلفائه، ويواجه الحزب الحاكم منافسة قوية من قبل التحالف الوطني التنموي الشامل الهندي، والذي يضم أكثر من 20 حزبا معارضا بما في ذلك حزب المؤتمر الذي حكم البلاد لعقود قبل حزب بهاراتيا جاناتا الذي وصل إلى سدة الحكم في عام 2014. أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو أبطأ مما كان متوقعا لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال العام الجاري. وأضاف صندوق النقد أنه استند في توقعاته إلى تزايد التحديات في المنطقة. مع اتساع نطاق الصراعات بالمنطقة بداية من العدوان على غزة مرورا بتهديدات أمن البحر الأحمر ووصولا إلى الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تزايد التحديات جراء تعطل سلاسل الإمداد وخفض إنتاج النفط، وفي ظل وجود تحديات قائمة بالأساس تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض. صندوق النقد خفض توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 إلى 2.7% مقابل 3.4% في توقعات أكتوبر الماضي، بيد أن تلك المعدلات تنطوي على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9%. وعلى صعيد آخر، تواجه وكالات التنمية التي تجتمع في واشنطن خلال الأيام المقبلة واحدة من أصعب معاركها منذ أعوام لإقناع الدول الثرية القلقة إزاء الحروب في الخارج والانتخابات في الداخل بتخصيص المزيد من الأموال للدول الأكثر فقرا في العالم. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عملية التنمية في العالم الفقير تراجعا بمعدل تاريخي وسط أزمات الديون واستمرار أسعار الفائدة العالمية المرتفعة لفترات أطول وتزايد الاحتياجات الاستثمارية. ومع اتساع الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا، تراجع إقبال الدول الثرية على الإنفاق على مساعدات التنمية، إذ فرضت تلك التحديات ضغوطا تمويلية إضافية خاصة للإنفاق على الدفاع. إذن هو الاستقرار محور الوضع الاقتصادي والتنموي العالمي من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وفي ظل استمرار التحديات وتبعاتها يبقى العالم ووضعه الاقتصادي رهن ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، صندوق النقد يتوقع نمو أبطأ مما كان متوقعا لاقتصادات الشرق الأوسط، في رأيك إلى أي مدى تأثرت اقتصاديات المنطقة بالتوترات الحالية؟ أهلا بك، مساكر عليك وعلى كل مستمعينك. شوفي، يعني من فترة طبعا بحكم الوظيفة وحكم العمل دايما الواحد بيتابع بالذات تقارير صندوق النقد الدولي وتقارير البنك الدولي، واللي دايما بيبقى فيها بالمناسبه عشان بس الساده المشاهدين يعرفوا، دايما بيبقى فيها فلكتويشنز او فيها توقعات واعاده توقعات. الحقيقه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان بيتوقع للشرق الاوسط في العام الحالي تقريبا حوالي 3%. النهارده التقرير الجديد والاصدار الجديد للتقرير واعاده التوقعات اشارت لحوالي 2.7%، وده رقم قليل الحقيقه نتيجه زي ما انت قلتي الازمه، مش بس الازمه الاوكرانيه لكن منطقه الشرق الاوسط الملتهبه وتوسع الصراع او احتمال توسع الصراع بشكل كبير بين اسرائيل وايران، واللي ممكن يجر لبنان والحوثيين وسوريا، طبعا ممكن ياثر بشكل كبير. والنهارده شفنا ارتفاع لاسعار النفط، وخليني اقول لك شيء، يمكن احنا بنبقى مستعدين او المفروض ان في استعداد لكل هذه الاحداث، لكن احنا كنا زمان
عشان برضه الساده المشاهدين يعرفوا ان كنا زمان بنحط سياسات اقتصاديه او بنحط سياسات تنمويه علشان نقدر نحقق نسب نمو لثلاث اربع خمس سنوات. النهارده مش بنتكلم على سياسات تنمويه، بنتكلم على سياسات احترازيه، ونتكلم على سرعه كبيره جدا في اعداد السياسات او يبقى رد الفعل الاقتصادي. يعني في فرق بين يكون عندنا سياسات اقتصاديه على مستوى متخذ القرار او اللي بيشتغل في البوليسي ديزاين او في تخطيط السياسات على مستوى الدوله، وفي فرق يبقى عندك توقعات ان يبقى عندك سياسات احترازيه. النهارده الازمه ممكن تحصل في ثانيه مش متوقعين يعني اثرها، ممكن اثرها تمتد بشكل كبير. وعشان كده النهارده السرعه، يعني انا بقول زمان يمكن في التسعينات و2000 كنا بنتوقع دايما نسب نمو، بيبقى عندنا توقعات بتبقى دايما اكيوريت في نوع ما. النهارده اعداد السياسات الاقتصاديه بتتطلب صحيح. بشكل كبير جدا ايجاد محفزات صحيح. لحظيه، وقدره الدوله في هذه الحاله دكتور يعني النهارده قدره الدوله على انها تاخد القرار النهارده مش بكره هو الاهم في هذه الاحداث وفي هذه الازمات. اذا كيف تستطيع الدول الفقيره والدول الناميه ان تواجه هذه التحديات وتبعاتها ايضا الاقتصاديه على الشعوب؟ انا يمكن بقول كنا زمان بنعمل سياسات اقتصاديه، كنا بنعمل برامج تنميه، النهارده عندنا سياسات احترازيه بشكل كبير. عمليه اتخاذ القرار وديزاين او تصميم سياسات صحيح. بيتطلب ملاءه ماليه. طبعا بعض الدول او معظم الدول الفقيره او الدول الناميه يمكن عندها مشكله في الملاءه الماليه او لا تتوفر لها الملاءه الماليه، عشان كده بنلاقي البنك الدولي او المؤسسات الدوليه والدول الاكثر نموا بيبقى في تعهدات، بيكون في تعهدات لبورتفوليو او محافظ تنمويه. لكن الاهم وده اللي دايما بقوله، ان احنا يبقى عندنا استعداد قوي، وبالذات في الدول الناميه عندنا استعداد قوي بمحافظ جاهزه علشان تقدر انها تواجه الازمات الماليه. الدول الناميه هي الاكثر تاثرا بهذه الازمات، لان البفر يعني او عمليه البفر او يعني البفرنج او عمليه يعني الاستعداد لهذه الازمات بتبقى ضعيفه نوعا ما نظرا لعدم وجود ملاءه ماليه. الدول اللي عندها ملاءه ماليه بتبقى عندها استعداد قوي طبعا، ده بشكل اكيد. لكن المهم الملاءه الماليه بقدر ما يكون عندك السرعه والمرونه والرشاقه، وتاني بعيد هذه الكلمه، انك النهارده تاخدي قرار مش بكره، لان العالم بيتغير. يعني شفنا النهارده ارتفاع الاسعار النفط على سبيل المثال، هتقوليني تاثيرها ايه؟ لا، تاثيرها كبير جدا مش بس على الدول النفطيه، يمكن الدول النفطيه ده يمكن يكون ايجابي، لكن تاثيرها على القطاع الخاص صحيح، بالذات في الدول النفطيه، لان الحكومات يمكن يكون عندها ملاءه ماليه او يدخل عندها زياده في الاموال، لكن القطاع الخاص يتاثر من خلال تكلفه الشحن وتكلفه النقل وتكلفه الطاقه وتكلفه الانتاج، فبالتالي القطاع الخاص يتاثر. وده الاهم النهارده بالمناسبه، القطاع الخاص ان انا احافظ على نمو القطاع الخاص، لان هو اللي بيخلق الثروه وهو اللي بيخلق الانتاج. فالازمات بتحتم علينا، عشان ارجع تاني لسؤالك، التعامل بشكل مختلف، الازمات بتحتم علينا ان انا يكون عندي مش بس ملاءه ماليه، يكون عندي استعداد قوي لسياسات اقتصاديه تقدر انها تحقق المرونه في اتخاذ القرار. صحيح. نعم، هو ده الاهم النهارده بالنسبه للسياسات الاقتصاديه. بالتاكيد، بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من فيديو يتضمن قرارا لرئيس الوزراء بعودة العمل للموظفين بنظام الأونلاين من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. أكد المركز أن هذا غير صحيح، وأن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الأونلاين قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الجالي. ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي. أعلنت الحكومة فحص 432,302 من الأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال. يأتي هذا تحت شعار 100 مليون صحة منذ انطلاق المبادرة في 13 من شهر يوليو عام 2021 وحتى اليوم.
بهدف الوصول إلى جيل صحي وخال من مسببات الإعاقة، حيث تعمل المبادرة حاليا بمرحلتها الأولى التي تستهدف الكشف عن 19 مرضا وراثيا لدى الأطفال المبتسرين. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية. نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه 2025 بعد غياب دام لمدة 37 عاما. كما تم الإعلان عن استضافة مصر لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه والتي انطلقت اليوم لتستمر حتى 21 من إبريل الجاري. تأكيدا على قدرتها في تنظيم البطولات الرياضية الدولية، نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه 2025 بعد غياب دام 37 عاما. كما تم الإعلان أيضا عن استضافة بطولة الدوري العالمي البريمير ليج للكبار والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 من إبريل على صالة استاد القاهرة الدولي. حريصين كل الحرص في المشاركة بأكبر عدد موجود، ودي يعني البطولة بتبقى مصنفة لأعلى 32 لاعب في كل ميزان، ودول اللي هيلعب منهم الاوائل هيلعبوا هم بطوله العالم، لان بطوله العالم اصبحت بالرانك زيها زي الاولمبياد. فاحنا حريصين على اشتراك بلاعيبتنا المميزين، واحنا بلا فخر عندنا مثلا في الكوميتيه 5 موازين للبنين، عندنا 3 موازين احنا محتكرينهم تصنيف اول عالم بقالنا سنتين، والميزانين التانيين دول موجودين في بعض في دول العالم بالكامل بتنافس على الميزانين، ومصر محتكره 3 موازين، فده انجاز كبير للاتحاد المصري للكاراتيه يحصل لها. وحرصا على خروجها بصوره تليق بمصر، تجرى الاستعدادات على قدم وساق لاستضافه بطوله العالم للكاراتيه، بداية من التأكد من جاهزية الصالات وصولا لمناقشة الترتيبات النهائية لإقامة المعسكرات الرياضية للاعبين. طبعا البطولة هتكون بطولة مميزة جدا، مختلفة في نظامها عن كل البطولات اللي فاتت، لان هي هتكون من ضمن 32 فريق على افضل مستوى في العالم. ال 32 فريق دولت هيتقسموا على 8 مجموعات، كل مجموعة فيها 4. الادوار فيها هتكون مختلفة زي ما قلنا كنظام البطولة، هتكون فيها ادوار اقصائية ثم ادوار ما قبل النهائي ثم الدور النهائي، وده طبعا هيسيب فرصة كبيرة للاعبين ان هم يطلعوا احسن ما عندهم، وتكون ايضا بطولة عادلة ويستمتع بيها الجمهور ويستمتع بيها بالتأكيد اللاعبين ايضا. فهتكون بطوله في قمه الاثاره والمتعه اللي احنا نشوفها في 2025 في مصر في القاهره. بطوله البريمير ليج او الدوري العالمي للكاراتيه دي من اهم البطولات في الاتحاد الدولي، ودايما الاتحاد الدولي للكاراتيه حريص على انه يدي البطولات ديت لمصر لاقامتها لما تتميز به سمعه مصر من خبره كبيره جدا في تنظيم الاحداث الرياضيه وخاصه للكاراتيه. إذن هو حدث كبير وإضافة جادة لسجل مصر الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية على اختلافها، وفرصة جديدة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. اختتمت فعاليات البطولة الدولية للبرمجة والتي أقيمت بالأقصر في الفترة من 14 حتى 19 من شهر أبريل. البطولة نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمعبد حتشبسوت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهد معبد حتشبسوت ختام فعاليات البطولة الدولية للبرمجة في دورتها 46 و 47، والتي أقيمت بالأقصر في الفترة من 14 إلى 19 من أبريل الجاري. عمل عظيم، مسابقة رائعة، تنظيم محكم، سعدت بمشاهدة الفرق المختلفة المشاركة في المسابقة. كل الفرق هي أدت باقتدار وعلم وجهد، يعني الحقيقة نجاح مؤكد يحسب لمصر كلها. الحقيقة احنا النهاردة نحن بننظم اكبر مسابقة حصلت على مدى 47 سنة في مسابقتين مع بعض، وبنؤدي الافتتاح من معبد الأقصر والختام من معبد حتشبسوت في هذا المجال، الحقيقة نجاح غير عادي. البطولة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمت شبابا واعدا يمثلون كبريات الجامعات على مستوى العالم. لأول مرة المسابقة بتتعمل للعدد الكبير ده من الفرق، لأن احنا بننظمها لدورتين، الدورة اللي كان حصل فيها الكوفيد 19 والدورة بتاعت السنة دي. والحمد لله برغم من الأعداد الكبيرة قدرنا نمانج الفنادق
والحجوزات ووصول الناس ودخولهم البلد، المسائل، لجان التحكيم، الفولنتيرز اللي اشتغلوا على مدار آخر 3 شهور عشان يجهزوا الأماكن دي، وطبعا وجود حفل الختام في معبد حتشبسوت دي حاجة يعني مش هتتكرر. وأعتقد أن الدورتين دول دي هتبقى أفضل مسابقة في تاريخ مسابقات البرمجيات لطلاب الجامعات. تأتي تلك البطولة في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى بناء الكوادر البشرية والاستثمار في العقل البشري من خلال تأهيل الفكر الخلاق والعمل الابتكاري والتوسع في قاعدة المتدربين. تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير صلاح السعداني الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 81 عاما. وتتقدم المتحدة للخدمة الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء للشعب المصري، حيث فقدت مصر اليوم قامة فنية وثقافية كبيرة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام نشرتنا، هذه عناوين الأخبار. مصر تعرب عن قلقها تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلي المتبادل وتحذر من عواقب اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وزراء خارجية مجموعة السبع يجددون معارضتهم لعملية عسكرية إسرائيلية برفح الفلسطينية، وعضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة تصطدم بالفيتو الأمريكي. أمبريل بريطانية توصي السفن التجارية بالخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكرا لطيب المتابعة، تحية لكم وإلى اللقاء.